اهلا بحضرتك من جديد. يمكن قبل الفاصل كان المهندس عادل بيعلق على الجون بتاع اسوان النهارده، وازاي كابتن محمد عادل الحكم ارتكب خطا لو الكره دي مأثره على نتيجه المباراه لاستوجبت اعادتها. دي من الناحيه القانونيه، لانك لما تصفر انت وقفت اللعب. هو صفر على خطا لاعب اسوان على ان هي هاند بول عليه، فاللاعب كمل وجاب جون، رجع للفار فحسب الهدف. كابتن احمد الشناوي الخبير التحكيمي رصد هذا الخطا، نشوفه. هنا محمد عادل صفر قبل الكره، واضح او شوف بيصفر وقال ان الكره لمست يد. بغض النظر، خلينا نوصل للحجم، بغض النظر الكره جت في الايد او ما جتش في الايد، وانس ان الحكم صفر على لمسه اليد قبل ان تجتاز خط المرمى انقطع وانتهى دور الفار. محمد عادل صفر بان الكره لمست يد كويس ولغى. هنا الفار خلاص يتدخل. تتحسب ايه بقى؟ يحسب لمسه اليد. يحسب لمسه اليد؟ لمسه يد. الفار ما يقدرش يعني يتدخل. يعني الجون ده المفروض مش جون. الكرة ما هو طبعا مش جون، ليه؟ لان هو بيصفر لمسه يد. هو قصده كابتن زيف، قصده كابتن شناوي قبل الجون ان ما ينفعش يصفر، ما يستعجلش في الصفار. لا حتى هو صفر خلاص بالظبط زي. طيب لو ان، ودي حاجه غريبه يعني، هو حتى الفار بعد ما الحكم صفر مش مفروض يندهله. هنا الفار ورط ورط الحكم لانه في جون صحيح. طب ما الجون صحيح ما جاش في ايد اللعيب او الفار شافها كده، يعني مش هناقش دي. الجون صحيح لكن الحكم صفر، بتندهله عشان يعمل ايه؟ وخد بالك يعني هنا الفار برضو هو انت بتندهله عشان يعمل ايه؟ عشان يخالف القانون؟ يعني لو ان نتيجة المباراة انتهت بالتعادل كان هيحصل مشكلة قانونية، حتى تعادل المباراة دخلنا في تعقيدات. ما احنا المباراة اللي بتعدي كل الناس بتقول الحمد لله. هنعيد؟ على فكرة هذا الموقف اتحسب على النادي الاهلي بالظبط، وعشان كده والكابتن شناوي وقتها قال جهاد جريشة ما كانش يقدر لو رجع للفار. جهاد جريشة مباراة الاهلي وبيراميدز. وبيراميدز. لا الجون كان سليم. وهو صفر. خلاص. طب ما نشوف نفكرك برأي الكابتن احمد الشناوي وقتها في مباراة الاهلي وبيراميدز وجهاد جريشة نفس الخطأ، نشوف. محمد عادل صفر قبل الكرة، واضح او شوف بيصفر وقال ان الكرة لمست يد. بغض النظر، خلينا نوصل للحجم، بغض النظر الكرة جت في الايد او ما جاتش في الايد، وانس ان الحكم صفر على لمسه اليد قبل ان تجتاز خط المرمى انقطع وانتهى دور. طيب هو الاهلي لازم يدفع ثمن كل حاجه، يعني طبع القانون صح دفع ثمنه واتلغى له جون سليم كفيل انه يخرج فائز. ها تخيل. وبعدين يطبق القانون غلط يخش فيه جون كاد ان يكلفه المباراه. يعني كل شك ضد النادي الاهلي، والناس اللي بتتكلم عمال على بطال، والاهلي بيستفيد ولا بيستفيد؟ استفيد ايه؟ يعني حتى الفار لما المره فاتت ما تدخلش قال لك ما يتدخلش لانه خلاص صفر. طب المره دي بيتدخل ليه؟ ما هو صفر. الحكايه دي لو مش مع الاهلي كانت ما كناش خلصنا. لا 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 لا، وانت هتخلص اي حاجه يستفيد منها النادي الاهلي هتبقى هي الغلط. خلينا في المنطقه الايجابيه ومن الكابتن احمد الشناوي ولقطته الذكيه في الامساك بالخطئين ما بين المباراتين. ارجع اقول لك بيراميدز وجهاد جريشه والاهلي واسوان والحكم محمد عادل. قالها كريم واكد عليها الكابتن رضا البلتاجي، يعني مش رايي كابتن احمد الكابتن شناوي عشان برضه ده الكابتن رضا البلتاجي قال ده خطا في تطبيق القانون.